عماد الحسني فيكتور سيموس في هذه المواجهة. الأهلي صاحب المركز السادس يلعب اليوم ب 25 نقطة، أعتقد أن الأهلي يسعى إلى مراكز متقدمة، خاصة عاد أن الأهلي في المباريات الماضية بعدما تغلب في المباراة المؤجلة يحاول يلعب كرة للخلف، يلقى الكرة، محاولات عقيل بلغيث اللي وصل على الطرف الأيمن، نقلات فيكتور سيموس للخلف، يمرر بالومينو، تيسير صوب، صوب لكن إلى خارج الملعب. جرح صعد عام 88 99 والموسم الماضي وهذا الموسم الرابع لهجر على مستوى بطولة الدوري. هذه كرة منقولة اليامي، أروع في التصدي في اللقطة الماضية، جميلة جدا لهجر، جميلة جدا. هجر بدأ يهدد، بدأ يكتب أول نقاط على السطر لكنه لم يضع حروفه الأولى منقولة. يبدو أن المباراة راح تشتد، كرة منقولة للأمام، هذه خطيرة لكن تخلصت. اليوم هجر يمكن يعاني من مسألة الانسجام، ثلاثة أسماء ليست سهلة، ليست سهلة على الخارطة في تشكيلة هجر ومدربة المصري. 15 هدف أضعف الهجوم، تخيل أن لاعبين هجر عندهم 11 لاعب مسجلين 15 هدف، ما عندنا إلا الاثنين اللي مسجلين سعد اليامي هدفين وعندنا البهداري 4 أهداف. يعني تجمل ألحانها بل أن أنشودة الأهلي الجميلة الرائعة التي رددها الكبار وحفظها الصغار هي من أعطت الأهلي الوهج الكامل مع تمريرة جميلة جدا من تيسير الجاسم. الله على كنترول رائع، الله على تمريرة ممتازة على الطرف الأيمن، راح الحوسني الغزال العماني على الطرف الأيمن، أخذ كرة عماد، انطلق عماد يحاول يطالع، يلعب كرة للأمام، برافو يا منصور، برافو منصور النجعي، أخذ كرة للأمام من أمام كونان وسط الملعب، سعد اليامي يمرر أيمن عبد العزيز، تمريرته نقلة للأمام، يحاول فيكتور يحصل كرة فيكتور، نعم حصلها بالسرعة، حصلها بالكنترول العالي فيكتور سيموس، هداف واحد من الأسماء لكن هذا الموسم عنده عاد 6 أهداف فيكتور سيموس، الموسم الماضي 21 هدف. والوسلي لوبيز هو الهداف هذا الموسم حتى الآن، بصاص تمريرة بالومينو يحاول يلعب سهلة، أوه أوه هدف أهداً عمل بالومينو، بالومينو فاجأ الجميع، فاجأ حارس المرمى، لعبها بزاوية مخادعة يتحملها منصور النجعي، هدف أول للراقي، هدف أول للإمبراطور. خسائر متتالية، خسر المباراة بعد المباراة، خسر من الهلال، خسر من الاتفاق، خسر من التعاون في 3 مباريات لكن عاد إلى نغمة الانتصار مع النادي الأهلي. 23 سنة لاعب مع يعني مصر المقاصة. خليني أقول لكم شغلة، طارق يحيى يقول لك أنا ما عندي عامل الوقت، ما عندي وقت أروح أجرب لاعبين محترفين في فترة الشتاء، أنا ما عندي الآن، أنا عندي 14 نقطة، أنا أتساوى مع فرق تنافسني. على الطرف الأيمن كونان انطلق، محاولة على الطرف الأيمن، يحاول الإيفواري مر من الأول من الثاني يحاول يعدي لكن تغطية من اللي رجع غطى المدافع، المدافع على نفس المركز الفيصلي، عندك الشعلة، عندك التعاون، الأسماء هذه تملك 14 نقطة في رصيدها وبالتالي الوضع حرج خاصة ونحن نلعب في الأسبوع. منصور الحربي يسيطر على كورتا، ينقل إلى بالومينو صاحب الهدف الوحيد، ينقل من العمق داخل منطقة، يا سلام يا سلام، كرة منقولة رجع فيها الحوز إلى يد حارس المرمى منصور النجعي، يلعب كرة للأمام كونان فيكتور السوادي سلطان، يمرر إلى بصاص، شوف وين راح تحرك على الطرف الأيمن على الأيسر، راح غير، راح على الطرف الأيمن، أخذ كرة في محاولات تمريرات أهلاوية لكن خاطئة، عادت مرة ثانية يجرب حظه لا غير رأيه، لعبها على الطرف الأيمن، محاولة ممتازة بالصدر، محاولة السوادي انطلق، السوادي انطلق، نقل على الطرف الأيسر، تراجع السوادي، مرر السوادي، محاولة تأخر فيها، نقلة للخلف، محاولة تيسير، هياها تيسير يقول له صوب، عود مرة ثانية بالومينو ما له خاطر يصوب، عدى على الطرف الأيمن، محاولات أهلاوية، فن أهلاوي معاه في الوحدة، وكامل المر لعب معاه في الوحدة، ما هو موجود الحين في التشكيلة، وعندي الآن منصور الحربي لعب معاه في المنتخب السعودي. عاد احنا ما راح نخلص من قضية التحكيم في العالم، ما هو في السعودية، ما راح تخلص أبدا من عملية التحكيم و لأن على فكرة حتى مشكلة حتى المحللين ما نخلص، يعني في قناة مثلا يقول لك هذه بلنتي، واحد يقول لك تقديري مو هي بلنتي،
وهم 20 إعادة، فما بالك حكم المباراة. هذه ملعوبة على الطرف الأهلي وفقط، لكنه يعود، كرة منقولة ملعوبة من المصري، يلعبها بالرأس، تحولت، هجر لم يفعل شيء في شوط المباراة الأول، من فعل كل شيء هو النادي الأهلي. شوف انطلاقة بصاص رايح تيسير، يمر الكرة إلى بالومينو، يعني لما طلع بالومينو قدام 0-0 الشباب والوحدة في الرياض. شكرا للزميل بدر العثمان مراسلنا الموجود في مباراة اليوم، هو من يعطينا النتائج الموجودة في مباراة اليوم منقولة. بالومينو، منصور، كامل، تمريرات، شوف المثلثات، شوف اللمحات، شوف السهول في وسط الملعب من مصطفى بصاص. السوادي، بالومينو ينقل كرة من العمق، شوف ما في أحد، صوب سهل جدا. والبهداري اليوم يعني لما كان مصطفى مختار للأمانة، يمكن الانسجام عاد اللي غيبت الإصابة عن بداية الدوري. محاولة تيسير الجاسم، رجع وعطى الدور هناك لمصطفى بصاص. خلاص بدأوا يتفاهمون، بدأوا يتناغمون حتى على مستوى الرقابة، من الصعب جدا أن لا دقيقة واحدة. والذكر بهذه الأسماء، منصور النجعي، بكري بهداري، حسين شويش، وأبو هميل، وأيمن عبد العزيز، حكمي عبده، واللي ما ظهر كثير عبده حكمي في شوط المباراة الأول. على الكرة الأخيرة، كرة كانت رائعة جدا. الأهلي يعني من المباراة الماضية هو من أمام النصر حقيقة. بوسة عبد الله المعيوف راح يلعب مع سبهان، وراح يلعب مع نادي الغرافة القطري، وراح يلعب مع عامل عملية ربط جميلة جدا في وسط الملعب، هو وسط مدافع، وبالتالي يترك حتى المساحة عند تيسير الجاسم. والأطراف اللي موجودة عند النادي الأهلي تعطيها الجملة، هذه جملة هجراوية منقولة للأمام، في محاولة كونان، في محاولة لكن ما سيطر عليها توفيق بوحيمد. قال منصور الحربي اللي مدرب الفريق راح أطلع في شوط المباراة الثاني، تيسير الجاسم، هيا كورة، محاولة تصويبة، اصطدت ووصلت سهلة. محاولة بكري يسيطر على كورته، حسين النجعي اللاعب البديل سيطر على اللي الآن يحل بديلا، يريح الآن عماد الحوسني، الخطأ الآن، بالومينو عالية عدت إلى خارج الملعب. اكتمل الخط الأهلاوي الآن في هذا الموسم تحديدا، اكتملت خطوطه، والفريق الآن اللي تقدر عليه تقول يمتلك بدلاء ما شاء الله تبارك الله عليه. في عندك المراكز، عندك الدفاع ما عنده مشكلة الآن، أصبح وجود أسامة، وجود المنصرين، إن شاء الله يكون لقاء الاتفاق والهلال بصوت زميلي العزيز الدكتور نبيل نقشبندي من ملعب الأمير محمد بن فهد. كرة منقولة، محاولة، وبالتالي تغطية وخطأ لمصلحة فريق النادي الأهلي. عدد بكري يلعب ركلة الزاوية لكن وصلت إلى حارس المرمى، عبد الله المعيوف، هجمة مرتدة أهلاوية، 3-3. وليد بخشوين، انطلق وليد على الطرف الأيسر، راح المحياني يغير اتجاهه، يتحركون بالريموت كنترول، محاولة نقلة للأمام، رغبة وليد بخشوين، البدلاء الآن بدأوا الآن يفرضون الإيقاع الجميل على نفس الرتم، نقلة، محاولة، بالومينو سيطر على كورته، هناك صاحب القدم اليسارية منصور الحربي لعبها عالية. الجماهير تشكل قلق، فكم أبعدت لاعبين يعني كنا نتمناهم. ياسر الفهمي والله واحد من اللاعبين اللي والله عاد تتمناه أن تشاهده في ملعب المباراة. عبد الرحيم الجزاوي، الأسماء نتكلم اليوم ونحن نلعب في مباراة النادي الأهلي، وإلا على مستوى الأندية تتمنى كل لاعب يمتعك غض النظر عما تشجع، عما تحب، على من تنتمي له، لكن أنت كمشاهد كرة قدم تستمتع بلعب النادي الأهلي. في محاولة تمريره، الله، سيداتي أنساتي سادتي، المشهد الأخير، الثواني الأخيرة، بل الدقائق الأخيرة على مشهد التسعين ينتهي. مشاهدين الكرام، الأهلي يضرب بالأربعة، قولوا عنه ما شئتم من الألقاب، من الأرقام، طالما أنه يقدم كرة قدم، طالما أنه يمتع كل المشاهدين، طالما أنه يعطي أمجودة، طالما تعدت يعني 6-7 أهداف في مباراة واحدة، الشعلة ونجران، فوز نجران على الشعلة 5 أهداف مقابل هدف واحد، نتائج
كبيرة تسجل في دوري زين السعودي المحترفين حتى الأسبوع الخامس. بعد هذا الأسبوع أيها الأعزاء سيكون هناك فترة توقف، هي الفترة التي سيكون فيها أيام الفيفا ولقاءات المنتخب الجابون. كرة في الخلف، خايرو بالومينو للنادي الأهلي، طويلة كرة في الأمام، عبد الرحيم جزاوي بلمسة خلفية إلى منصور الحربي حراس المرمى، والاعتماد على الحراس السعوديين في دوري زين السعودي المحترفين. ولكن خلفية مع دخول أيضا من تأسيل الجاسم، تأسيل يحاول مرة أخرى في هذه اللقطة، مقطوعة تمريرة أمامية إلى فيكتور، لكن تكتل هناك في دفاع فريق نادي الوحدة، ملعوبة أيضا أمامية سلمان مؤشر مع خايرو بالومينو، بالومينو يعيد كرة خلفية إلى ياسر المسيح. الآن كامل المر، لكن يعني إحنا خلينا نقول يعني حتى الأمور يتحدث عنها يعتبر أقوى دفاع في المسابقة، سجل عليه هدفين فقط، كانوا في مباراة الشباب، المباراة اللي أقيمت في الرياض واللي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين، بينما أكثر دفاع سجل في مرمى كامل الموسم. الفتح يتقدم على الشباب في الرياض، لكن لم تنجح في إحراز هدف، لكنها شكلت خطورة كبيرة. هنا محاولة، مهند عسيري لاعب أيضا مهاري يحاول يتقدم في العمق وحاول التسديد، لكن الكرة من أمام. بعد استئناف الدراسة بالأمس في المملكة العربية السعودية، ممكن يكون هذا نوع من أنواع التأثير، ولكن كان في جدة وانتهى بفوز فريق نادي الوحدة بأربعة أهداف مقابل لا شيء. من طارق عبد العزيز، طارق في الناحية في خط المنتصف، لكنها مقطوعة أيضا تصل لخايرو بالومينو، استحواذ نسبيا أعلى للنادي الأهلي. شعلة خلال المباريات اللي أقيمت حتى الآن 29 مباراة و98 هدف في دوري زين السعودي المحترفين، واستطاع البرازيل دوريس سالومو الكونغولي يسجل هدفه السادس في دوري زين السعودي المحترف. 25 دقيقة يعني متوسطة جدا في هذا اللقاء بين الأهلي والوحدة. الكرة تتخلص، عودة أمامية، مهند عسيري سريع، ولكن الكرة تتخلص، تتخلص إلى خارج أرض الجول. خايرو بالومينو حاول بكرة في العمق إلى فيكتور سيموز، تتخلص من الدفاع مقابل هدف للشباب. نتيجة متابعة بالفعل كما هي المباريات الأخرى. طبعا جمهور الاتحاد وهو جمهور كبير وعريق هنا في جدة بلا شك يتابع فيكتور سيموز. كرة أمامية وحداوية، محاولة من الناحية اليسرى، أمامية طويلة إلى مهند عسيري مع أيضا خايرو بالومينو، يلعب كرة مقصية لكنها تعود إلى عبلي. ليس فقط أنه هو يعني سجل للنادي الأهلي، ولكن أيضا بأنه جعل لاعبي فريق نادي الوحدة يشعروا بمعنى الخطورة وبمعنى أن تخسر فقط إلى منطقة جزاء فريق النادي الأهلي، بل إلى أبعد من ذلك إلى خط الستة. عندهم القدرة على استغلال الأخطاء والكرات، حتى الكرات المتبادلة، شوف الكرات اللي بيكون فيها ضغط من لاعبين فريق النادي الوحدة في الهجوم على اللاعب. دقيقتين أخيرة من زمن شوط المباراة الأول في وقته الأصلي، تقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. هنا تتخلص كرة من كامل الموسى، خلفية من معتز إلى خايرو بالومينو إلى كامل الموسى، ضغط 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 يعني ثلاثي. عماد الحسني اللي افتتح أهدافه في دوري زين السعودي المحترفين بهذا الهدف. تيسير الجاسم، كرة بالومينو، وهنا تيسير ملعوبة في وجود رايو التسلل. فيما حتى الآن نتيجة الرياض تقدم الفتح بثلاث أهداف مقابل هدفين للشباب. حاول عبد الرحيم جزاوي قبل الذهاب إلى إيران على الأقل على إيجاد تشكيلة. لعب عنيف من عبد الخالق برناوي على تيسير، وبالتالي بطاقة صفراء أولى تظهر في اللقاء على عبد الخالق برناوي.
اماميه للوحده تتخلص من بالومينو، تعود في الناحيه اليسرى، اسلام سراج